خلاص معلومة، أبو هريرة وفي زيه كتير، لا هو مكي ولا مدني ولا مهاجر ولا أنصاري. إذن هناك فئة من الصحابة ظهرت في المدينة أو دخلت الإسلام لا على المنهج المكي ولا على منهج الأنصار، لكن طبعا عظماء. أنا بس بقول لكم عشان ده هيغير كثيرا في فكرة روايتهم عن رسول الله أو روايتهم عن رسول الله، لأن الرواية هي المشكلة الكبيرة اللي ظهرت. وافتكروا كلمتي الدائمة، هي عمل بشري في الجمع، لكنه بعد كده مجرد أن قال لك خلاص احنا اتفقنا على صحته. طبعا لما نيجي في علم الحديث هقول لكم ايه حكاية اتفقنا دي.